معنى آية إن الله فارق الحب والنوى؟ تدور سورة الأنعام حول عدة مواضيع هي صلب العقيدة الإسلامية مثل التوحيد وأصول الإيمان، ومن أكثر الآيات التي تؤكد على ذلك الآية رقم 95 من سورة الأنعام، الأمر الذي يفسر سؤال الكثيرين عن معنى آية إن الله فارق الحب والنوى. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله أنى تؤفكون، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي معنى آية إن الله فارق الحب والنوى، يرى أهل التفسير أن الله تعالى هو من يشق الحب والنوى، ويكون الحب في النباتات بينما النوى في النخيل، أي أنه تعالى يشق الحبة عن السنابل والنواة عن النخلة، فيخرج هذه من تلك بقدرته تعالى. ذهب الإمام الزجاج في تفسيره لمعنى الآية إلى أن الله تعالى يشق الحبة والنواة اليابسة ويخرجها منها الورقات الخضراء التي تدل على الحياة، بينما قال مجاهد أن الله تعالى يريد من هذه الآية الشقين اللذين يكونان في الحب والنوى، أي أنه يشق الحبوب عن النباتات ويخرجها منه، ويشق النوى أيضا عن النخيل ويخرجها منه. يقصد بالحب في اللغة جمع البذور والحبوب، حيث يطلق هذا اللفظ على القمح والشعير والذرة أيضا، وكل ما ليس له نوى، وهو جمع حبة، بينما النوى يراد بها كل ما له نوى من الثمار، ويشمل ذلك التمر والمشمش ونحوهما، ويقصد بفارق الحب والنوى عند الإمام الضحاك أي خالقهما، ويفسر هذا القول أن الله تعالى ذكر بعد ذلك أنه يخرج الحي من الميت والميت من الحي. عن المعاني التي تدل عليها الآيات الكريمة أن الله تعالى هو من يفلق الحب والنوى أي يشقهما في الثرى، ومن ثم ينبت الزرع على اختلاف أشكاله من الحبوب، ومن ثم تثمر الثمار على تباين أشكالها وألوانها وطعمها إلى غير ذلك. والدليل على هذا المعنى أن الله تعالى قال: يخرج الحي من الميت، فإنه تعالى يخرج النباتات التي دبت فيها الحياة من النوى والحبوب التي هي أشبه بالجمادات الميتة، وقد دل على ذلك العديد من المواضع في القرآن الكريم. أود الإمام الطبري في تفسيره العديد من التفسيرات العلماء مثل قتادة الذي ذهب إلى أن الله يفلق الحبوب والنواة عن النبات بمعنى ينبته منها، بينما يرى الكثير من المفسرين إلى أن المقصود بالفلق في الآية أي الشق الذي يوجد دائما في الحبوب والنواة والذي يفلق الحبة إلى قسمين، وهو أمر ملحوظ في حبوب الحنطة ونواة التمر. ومن الفوائد التي يمكن استجلاؤها من الآية الكريمة أن قدرة الله تعالى مطلقة ويستحيل تقييدها بحدود، سواء كان الأمر دقيقا أو عظيما، كما تفيد الآية إلى أن رحمة الله تعالى متجلية في جميع مخلوقاته في هذا الكون الفسيح.